كان لي الشرف اليوم أن قدمت مشروع مرسوم لمجلس الوزراء يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية للاتصال السمعي البصري تدعى شركة البث الإذاعي والتلفزيون لموريتانيا. والهدف من هذا المرسوم تسوية وضعية الشركة وفق ما تم تحديده إبان تحليل الفضاء السمعي البصري، حيث أن تحويل مؤسستي الإذاعة والتلفزيون إلى شركتين خفيتي الاسم لم تتم مواكبته بإنشاء شركة تتولى مسؤولية البث بالشكل المطلوب. ومن شأن هذا المرسوم أن يمنح للشركة التزويد الحصري لخدمات الإرسال والبث وتعدد الإرسال، بحيث تكون جهة فاعلة على مسافة متساوية من مقدم الخدمات السمعية البصرية العمومية والخصوصية. ومشروع المرسوم يحدد مهام هذه المؤسسة ونظامها وإدارتها وتشغيلها وتسييرها.